وسهلا بيكم في قناة نظام مدارس. دلوقتي هنبدأ في شرح من كتاب نيو هلو لسنة أولى إعدادي الترم الثاني. يونت 12 عندنا باسم Transport of the Future، يعني وسائل نقل المستقبل. أول جزء بيكون عندنا بنشرحه وهو الريدنج زي ما اتفقنا، وهتلاقوا تحت في الديسكريبشن موجود عندكم اللينكس بتاعت الجزء الخاص بالليسننج والجزء الخاص بالجرامر، زي ما برضو هتلاقوا الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك باسم نظام مدارس. الريدنج عندنا المرة دي مختلف شوية لأنه بيتكلم عن حاجتين. أول حاجة how we travel، وهنقرأ القطعة بتاعتها how people travel changes over time، يعني إزاي الناس سافروا أو إزاي سفر الناس اتغير خلال الوقت. long ago يعني من زمان، people could only walk، الناس كانوا بس بيقدروا إن هم يمشوا، or travel on boats أو إن هم يسافروا عبر المراكب، horses يعني الأحصنة، or camels يعني الجمال. then وبعدين people invented، الناس اخترعوا bicycles يعني العجل، and later trains وبعد كده قدروا إن هم يخترعوا القطارات، cars يعني العربيات، and planes الطائرات. يبقى في الجزء ده من القطعة بيشرح لنا الفرق ما بين السفر زمان والسفر دلوقتي أو السفر بعد زمان بشوية. تمام، يبقى الناس زمان كانوا يا إما بيسافروا سيرا على الأقدام أو بمراكب بسيطة أو بأحصنة أو بجمال، وبعدين قدروا يخترعوا العجل وبعدين القطارات والعربيات والطيارات. بعد كده بيقول لنا but we couldn't، بس إحنا ما نقدرش move around the world as quickly، بس إحنا ما كناش نقدر نسافر حوالين العالم بالسرعة as we can today، قد ما إحنا بنقدر نسافر دلوقتي. How will technology help us to travel in the future؟ يعني إزاي التكنولوجيا هتساعدنا إن إحنا نسافر في المستقبل. In the future في المستقبل we will have small electric cars، في المستقبل هيكون عندنا عربيات بالكهرباء صغيرة زي دي مثلا، أنا بديكوا بس مجرد مثال. They will be easy، دول هيبقوا سهلين to drive in traffic، هيبقوا سهل إن هم إن إحنا نسوقهم في الطريق. يبقى هنا بيقول لنا ان احنا زمان ما كناش نقدر ان احنا نسافر قد بالسرعة اللي احنا بنسافر بيها دلوقتي، وبيقول لنا ان هو بيعتقد ان التكنولوجيا هتخلينا في المستقبل نسافر بعربيات تسهل علينا الطريق. These cars won't use petrol، يعني العربيات دي مش هتحتاج ان هي تستخدم البترول، تمام، اللي هو البنزين. They will use electricity، يعني هم هيستخدموا الكهرباء. So ف they will be better، هم هيبقوا أفضل for the environment للبيئة. Now ودلوقتي a lot of cities، كتير من المدن have too many cars، عندهم عربيات كتير جدا. These cities المدن دي will build more metro lines، المدن دي هتبني خطوط مترو أكتر. So people will be able to get around the cities quickly، فالناس بواسطة خطوط المترو دي هتقدر ان هي تتنقل حول المدن بصورة أفضل أو أسرع. يبقى بيقول لنا ان العربيات اللي احنا تكلمنا عنها في السلايد اللي فات مش هتستخدم البترول، لا هتستخدم الكهرباء، فتكون دي حاجة أفضل للبيئة، وإن كتير جدا من المدن دلوقتي بقى عندها عربيات كتير، فالمدن دي هتضطر إن هي تبني خطوط مترو أكتر علشان الناس يبقى سهل عليها إن هي تتنقل بين المدن بصورة أسرع. Today الأيام دي we can go from Cairo to Alexandria، إحنا نقدر نسافر من القاهرة لإسكندرية by train بالقطر in less than 3 hours، في خلال فترة أقل من 3 ساعات. In the future في المستقبل trains will be able to go even faster، يعني في المستقبل القطرة هتقدر ان هي تمشي بصورة أسرع. The fastest train in the world، أسرع قطر في العالم is in China، هو في الصين اللي هو ده، تمام؟ وأكيد شكله اتطور عن كده. It can travel at
430 كيلومترز بير اور، يعني القطر ده يقدر ان هو يمشي حوالي 430 كيلومتر في الساعة، يعني كل ساعة بيقدر يمشي 430 كيلومتر. طبعا ده رقم ضخم جدا. Engineers in America، المهندسين في أمريكا، are planning a new kind of train، بيخططوا ان هم يعملوا قطر مختلف جديد. This will be able to travel at more than 1000 kilometers per hour، يعني القطر ده هيقدر ان هو يمشي بسرعة اكبر من 1000 كيلومتر في الساعة. تخيلوا ان ده 1000 ودي 430، يعني اكتر من الضعف بشوية. يبقى هنا المعلومة ان احنا بنقدر نسافر من القاهرة لإسكندرية دلوقتي في خلال 3 ساعات او اقل، وفي المستقبل القطور ان شاء الله هتكون بتمشي اسرع. واسرع قطر في العالم هو القطر بتاع الصين، وسرعته 430 كيلومتر في الساعة. والمهندسين اللي في امريكا بيخططوا ان هم يبنوا قطر بيمشي او بيسافر باكتر من 1000 كيلومتر في الساعة. القطعة التانية عندنا اسمها Transport in Egypt، يعني وسائل المواصلات في مصر. Egypt is a large country، يعني مصر بلد كبيرة. So transport، فوسائل المواصلات is very important، مهمة جدا. People in Egypt، الناس في مصر، used boats and ferries thousands of years ago، الناس في مصر استخدموا القوارب boats، المراكب يعني، وferries اللي هي حاجة اسمها المعدية، من آلاف السنين اللي فاتوا. We can still travel by ferry، احنا لسه بنقدر نسافر بالمعدية or boat او المركب. Today on more than 3000 kilometers of rivers and canals، يعني الفترة دي، يعني احنا بنقدر دلوقتي الفترة دي ان احنا نسافر بالمعدية او المراكب اليومين دول في مسافات اكتر من 3000 كيلومتر في الانهار والقنوات. طيب المعدية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة زي دي كده بالظبط، حاجة بسيطة جدا بتتنقل مسافات بسيطة جدا، يعني ممكن مثلا تنقل حد من المكان ده لمكان مثلا هنا وبس، يعني عشان يختصر المسافة على نفسه ويعديها من النهر بدل الزحمة بتاعت المواصلات وبدل ما ان هو يلف فترة بعيدة. The Suez Canal is one of the world's most famous canals، يعني قناة السويس واحدة من أشهر قنوات في العالم. قناة دي معناها حاجة بتربط، بس الإنسان هو اللي صنعها، يعني حاجة بتربط أو جزء بيربط ما بين بحر وبحر تاني، زي البحر الأحمر ده والبحر المتوسط. في قناة السويس في النص، إحنا اللي عملناها، المصريين اللي عملوها زمان جدا من قبل ما كلنا نتولد، علشان تقدر ان هي تربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، بدل ما ان هم يلفوا حوالين القارة كلها عشان يقدروا يوصلوا من المنطقة دي للمنطقة دي بس. In 2015، في 2015 the canal became 72 kilometers longer، يعني القناة بقت اطول ب 72 كيلومتر. After a project that took just one year، بعد مشروع اخد بس سنة واحدة. Many more ships، سفن تانية، can now use the Suez Canal، يقدروا دلوقتي ان هم يستخدموا قناة السويس. The ships will bring about، السفن هتجيب حوالي 13 billion dollars of business into Egypt by 2023، يعني السفن دي هتقدر تجيب لمصر او للتجارة المصرية يعني 13 بليون، طبعا ده رقم كبير، دولارز يعني دولارات، للمصريين او للاقتصاد يعني او ايا كان، في سنة 2023. طبعا ده لسه يعني بعد سنين كتير، يعني بعد سنين كتير. In 1904، سنة 1904، برنس عزيز حسن، الامير عزيز حسن، drove one of the first cars in Egypt، ساق أول أو من أوائل العربيات في مصر. العربية دي from Cairo to Alexandria، من القاهرة لإسكندرية. It took 10 hours، خدت رقم طبعا مهول، خدت 10 ساعات، خدت وقت كتير جدا. Today journey، دلوقتي الرحلة takes less than 3 hours، دلوقتي الرحلة دي بتاخد أقل من 3 ساعات. Egypt now has،
مصر دلوقتي عندها more than 21,000 kilometers of roads. مصر دلوقتي عندها أكتر من 21,000 كيلومتر من الطرق. Many people travel by coach. يعني ناس كتير بتستخدم الأوتوبيس بتاع الرحلات في السفر. يبقى المعلومات ان اول حد يسوق او من اوائل الناس اللي سائوا عربيات في مصر كان الامير عزيز حسن سنة 1904، وسافر من القاهرة لإسكندرية في رحلة اخذت منه حوالي 10 ساعات، وان دلوقتي الرحلات من القاهرة لإسكندرية بتاخد اقل من 3 ساعات. ومصر دلوقتي عندها اكتر من 21,000 كيلومتر طول توتل من الطرق، والناس كتير بتستخدم الأوتوبيسات بتاعت الرحلات في السفر. Egypt was the first country in Africa to have a railway system. يعني مصر كانت أول بلد في أفريقيا يكون عندها محطة قطر. Its first railway line from Alexandria to كفر الزيات opened in 1854. يعني أول قطر أو أول سكة حديد فتحت كانت من اسكندرية لكفر الزيات سنة 1854. Today, Egypt's railway system is more than 7,000 kilometers long. دلوقتي خطوط القطارات في مصر حوالي 7,000 كيلومتر طولها، مش عددها، طولها. Cairo International Airport يعني مطار القاهرة الدولي opened in 1963، فتح في 1963. Today النهاردة planes fly to more than 25 airports around the country. دلوقتي الطيارات بتقدر ان هي تسافر او تطير ل 25 مطار حول البلد، يعني حوالين البلد، يعني بمعنى اصح انه في 25 مطار في مصر دلوقتي. يبقى مطار القاهرة الدولي اتفتح في 1963، واحنا دلوقتي عندنا 25 مطار في مصر. النيو فوكابلري change change معناها يغير، desert desert معناها صحراء، electric car معناها عربية كهرباء، electricity معناها كهرباء، environment معناها بيئة، forms of transport معناها وسائل مواصلات، forms معناها أنواع، future predictions معناها تنبؤات بالمستقبل، تمام، أو مستقبلية. predictions يعني تنبؤات، يعني إيه تنبؤات أصلا؟ يعني حد بيتخيل أنا أعتقد إنه في المستقبل هيكون مثلا في عربيات عندها قدرة إن هي تطير، ده تنبؤ، الله أعلم ده صح ولا غلط، يعني ده مجرد تنبؤ. lights يعني مصابيح، واحنا قلنا ان lights بتيجي بمعاني كتير جدا زي ضوء وزي حاجات تانية. lights بالاس معناها مصابيح. mobile phones موبايلات يعني. oil يعني زيت او نفط، مش بس زيت عربيات، حتى الزيت بتاع الاكل بتاعنا اسمه oil. petrol يعني بنزين. pollution يعني تلوث. tablet اللي هو التابلت اللي هو الموبايل الكبير. technology يعني التكنولوجيا. transport يعني ينقل. waste يعني الفضلات او يبدد او ايا كان او يضيع، حتى يعني زي waste time انت بتضيع وقتك. a new kind of يعني نوع جديد من. able to يقدر يعمل حاجة. bicycle يعني عجلة. buses يعني باصات. camels يعني جمال. cars يعني عربيات. horses يعني حصنة. cities يعني مدن. engineers يعني مهندسين. energy يعني طاقة. examples يعني أمثلة. football team يعني فريق كرة قدم، زي الأهلي، زي الزمالك، زي بترول أسيوط، أي حاجة. instead of يعني بدل حاجة ثانية. leave يعني يمشي، يعني يسيب مكان، يعني أنا I leave the home أنا هسيب البيت.
less than, less than أقل من. ferry, ferry يعني معدية. railway system, railway system يعني جهاز سكة حديد. long ago, long ago يعني من زمان. make from, make from يعني يعمل من. metro lines, metro lines يعني خطوط المترو. miss, miss يعني يفقد أو يفتقد. يفتقد إحساس بني آدم لحاجة، يعني أنا افتقدت مامتي مثلا، افتقدت حد معين. ممكن miss تيجي بمعنى تاني اللي هو مثلا I missed the train، يعني أنا فقدت المترو، أنا المترو مشي قبل ما أنا أوصل له أصلا. move around, move around يعني يتحرك حوالين. plane, plane يعني طيارة. play for, play for يلعب لصالح. أبو تريكة played for الأهلي، أبو تريكة كان بيلعب للأهلي. player, player يعني لاعب، يعني مثلا محمد صلاح is a football player، يعني محمد صلاح لاعب كرة قدم. in Liverpool، في ليفربول ده دلوقتي، الله أعلم بقى في المستقبل هيروح فين. railway line، railway line يعني خط سكة حديد. canals، canals يعني قنوات. quickly، quickly يعني بسرعة. traffic، traffic يعني مرور. trains، trains يعني قطارات. travel، travel يعني سافر. weather، weather يعني الطقس، الجو. the weather is stormy مثلا. world، world يعني العالم. plan، plan يعني خطة. plane، plan. ما ننساش الفرق في النطق ما بينهم please. يعني count to, count to يعني يعد إلى، يعني مثلا I'll count from 1 to 10. count to 10 يبقى 1, 2, 3, 4 blah 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 10. words and opposites يعني الكلمة وعكسها. turn off عكسها turn on. waste عكسها save. warm عكسها cool. easy عكسها difficult. too many عكسها too few. able, unable. cold, hot. quickly, slowly. طيب turn off معناها يطفي، turn on يشغل. waste يبدد، يضيع، يبوظ، ايا كان بقى. save يعني يحفظ، يعني زي waste time و save time. warm يعني دافي. cool يعني بارد. easy سهل، difficult صعب. too many كتير جدا، too few قليل جدا. able يقدر، unable ما يقدرش. cold برد، hot حر. quickly بسرعة، slowly ببطء. طيب عندنا بقى ال language notes، مهمة وبتيجي برضو أسئلة في الامتحانات كتير. petrol يعني بنزين. oil يعني زيت أو بترول. ايه الفرق بقى؟ ان البترول ده المعالج اللي احنا بنحطه على طول بقى في العربيات، البنزين، تمام؟ انما الاويل ده قبل ما نعالجه ونخليه بترول باسلوب ما انا معرفوش، فبيبقى بترول يعني الاويل الاصل والبترول اللي بيطلع من الاويل، تمام؟ most cars run on petrol يعني اغلب العربيات بتمشي بالبترول اللي هو البنزين. we make petrol from oil احنا بنعمل البترول، او سوري بنعمل البنزين من البترول، تمام؟ او من الزيوت بتاعت العربيات. late، late يعني متأخر. later، later يعني بعدين. he arrived at home late هو وصل البيت متأخر. I'll see you later انا هشوفك بعدين. able، enable. able، enable. able يعني يقدر او قادر يعمل كذا. انا اقدر احفظ كل الكلمات اللي في الانجليش اللي خدتها السنه دي، اوكي انا هقدر اعمل كده. طب enable، enable دي يشغل حاجه او يعمل حاجه في الكترونيك بالذات، تمام؟ يعني ممكن نشوف كده مع بعض. I'm able to fix this watch انا اقدر اصلح الساعه دي. computers enable us مكنتنا خلتنا نقدر. to store a lot of information. طيب حد هيجي هنا بقى يقول لي a lot of يعني كتير، يعني المفروض ان بعدها يكون في جمع. طب ما information كده جمع، لان مش بيتضاف لها s في الجمع، تمام؟ يبقى احنا لما بنيجي نجمع information اللي هي معلومة بتبقى information اللي هي معلومات برضو، تمام؟ وطبعا بيبقى الفرق في سياق الجملة مش اكتر. miss يعني يفتقد شخص
أو يفوت حاجة، تمام؟ طب lose يعني يفقد، تمام؟ I miss my mother very much. أنا افتقدت مامتي جدا. He missed the train because he got up late. هو فاته القطر لأنه صحي متأخر. She lost her school bag yesterday. هي ضيعت شنطة مدرستها امبارح. طيب الأربعة دول مرتبطين ببعض، تمام؟ بس أنا قسمته لكم على اتنين علشان يبقى الموضوع سهل. Electric يعني كهربي، كهربي، تمام؟ طيب electricity يعني كهرباء، اللي هي الكهرباء اللي هي بتمشي في الأسلاك فبتقدر إن هي تولع لنا اللمبة. طب يعني إيه كهربي؟ يعني مثلا أنا لو عايز أقول إن العربيات الكهربائية دي أو الكهربية دي هتكون كويسة للبيئة، أو إنه الأجهزة بتاعتنا الفترة دي اليومين دول معظمها بتشتغل بالكهرباء، كهربية يعني. طب إيه electrician دي؟ electrician معناها كهربائي، يعني شخص شغلانته كهربائي. يعني مثلا انا عايزه اصلح الكمبيوتر ده وانا مثلا كهربائي وهعرف اصلحه. طب ايه بقى electrical دي؟ electrical يعني كهربي. طب ايه الفرق ما بينها وما بين electric؟ electric قلنا ان هي الحاجه اللي بتكون مدعمه بحاجه تانية، يعني مثلا هي موجوده في العربيات، عربيات كهربائيه. طب ايه electrical دي؟ دي بتبقى مقترنه غالبا بوظيفه، يعني انا مهندس كهربي، تمام؟ يبقى electrical engineer. Electric cars are good for the environment، يعني العربيات الكهربية كويسة للبيئة. Don't waste electricity، ما تضيعش الكهرباء. Turn off lights please، اقفل الانوار من فضلك. Electrician يعني كهربائي. We need an electrician in our company، احنا محتاجين كهربائي في الشركة بتاعتنا. My uncle is an electrical engineer، عمي مهندس كهرباء. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالريدنج، وزي ما اتفقنا ان الجزء الخاص بالليسننج والجرامر موجودين تحت في الديسكريبشن، زي ما برضو هتلاقوا صفحتنا على الفيسبوك باسم نظام مدارس موجودة تحت في الديسكريبشن. لو عايزين تسألوا عن اي حاجة تقدروا تسألونا على الصفحة او تسيبوا لنا كومنت واحنا هنرد عليكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.